طل العريس والشباب تغني له عريس الزين يا ام وزغرتي له طل العريس نادوني على عمامه نعم العريس بالواجب والله قامه طل العريس وفرح يا خياته وتوب ومار والحنة عادياته طل العريس والشباب تغني له يا حلالي ويا مالي يا ربع يردوا علي يا حلالي البادير العالي يا غالي انت منه وغلى منك معنا الله تطلب وتمنه وانت علينا غالي نور القمر بنجمينك كل الناس محبينا شهم وطيب ما في مثلك والله
كبار البلد واسمع يا ولد واحنا كبار البلد اسمع يا ولد واحنا كبار البلد يا ولد اسمع يا ولد واحنا كبار البلد ويبلنا زعيم من يوم ما انولد ويبلنا زعيم من يوم ما انولد اسمع يا ولد واحنا كبار البلد اسمع يا ولد واحنا كبار البلد الذي جمعنا على الفرح رغم تنغيص الاحتلال الذي أخر الجاه عليكم ونعتذر الحمد لله رب العالمين الذي يسهل الأمور ويجمع الناس على الخير قال تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وقال أيضا وهو أصدق القائلين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أيها الحضور الكرام أخي ماهر أبو فوزي وحضورك الكرام أهالي خربثة بني حارث والقرى المحيطة والضيوف والأنسباء جميعا ونعتز بكم فردا فردا جئناكم بهذه الجاهة من مزارع النباني وأنسبائهم وأصدقائهم وقد شرفوني بأن أتحدث باسمهم فهم عز الصهر وعز النسب وأتشرف بهذا النسب لنطلب كريمتكم إسراء صاحبة الصون والعفاف إلى ابننا أحمد مصطفى ذياب على كتاب الله وسنة الحبيب مصطفى آمنين أن يسكنوا بيت الرحمة والسعد والسرور راجين منكم الموافقة على طلبنا ولكم الشكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين بداية دعوني أرحب باسمي وباسمكم جميعا بهذه الجاهة الكريمة بهذه الجاهة الكريمة التي على رأسها والد العريس والأستاذ أبو سامح والإخوة الكرام كل باسمي ولقب نرحب بكم جميعا في بلدنا خربة ومصداقا لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى مشان الشباب تسمع منيح ليش الذكر والأنثى مشان يتزوج يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة أخي أبو سامح والد العريس الجاهة الكريمة حقيقة باسمي وباسم والد العروس الأخ أبو فوزي ماهر أبو حمرة وآل أبو حمرة وإخوانه وعمامه وعمام العريس والجاه وأهل بلدي جميعا نرحب بكم أجمل ثمن
فحللتم أهلا وطبتم سهلا، ونحن على هذا الطلب قبلنا أحمد ابنكم أن يكون زوجا لابنتنا إسراء على كتاب الله وسنة نبيه، ونقول باسمنا جميعا بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير وفي خير. وعلى هذه النية نقرأ سورة الفاتحة. ألف مبارك. والله يا عارس مين اللي زيك، الشمس امك والقمر بيك، الف مبروك لمك وبيك، ريتك تتهنى يا سمار اللونه. عمر البيت يعمر في حياة الرجال، خشب البيت سمرمر يا عمود الريحان.
صلوا صلوا على النبي يا جماعة. عريسنا طاح الحفلة بيدو ساعة، صلوا صلوا على النبي يا حاضرين، صلوا صلوا على النبي يا حاضرين، الله يحمي شباب وقولوا آمين، الله يحمي شباب وقولوا آمين، يا دامع عيني بالهف بالهف يا دامع عيني بالهف يا دامع عيني بالهف بالهف يا دامع عيني بالهف. العارس واخوانه نازلين الزف، العارس واخوانه نازلين الزف، بالهلي يا دامع عيني بالهلي بالهلي يا دامع عيني بالهلي الأربع جناها اياب. علي رايات الفرح يا زيني، علي رحلة وزادات الفرحة لأغلال حبايب، ضوي نجوم السما علينا وهلي رحلة وزادات الفرحة بجمع القرايب. علي رايات الفرح يا زيني، علي مبارك مبارك سبع بركات، مبارك 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 بسرور وهنا،
جبل الشيخ زرعنا خوخة، على جبل الشيخ زرعنا خوخة، وعلى جبل الشيخ زرعنا خوخة. عدوك يا العريس يبلى بدوخة، عدوك يا العريس يبلى بدوخة، وعدوك يا العريس يبلى بدوخة، وعدوك يا العريس يبلى بدوخة. على جبل الشيخ زرعنا توتي، على جبل الشيخ زرعنا توتي.